طيب النهارده هنتكلم على الداينكيفالون او الثالاموس. اوكي طيب، الثالاموس او الداينكيفالون يعني ايكوال تو النيم اللي اسمه بتوين برين. اوكي طيب، الثالاموس دي انكلودنج ايه؟ اي كلمه فيها ثالاموس، يعني هايبو ثالاموس، ابي ثالاموس، سب ثالاموس، ميتا ثالاموس، كل ده بندرجه تحت اسم الثالاموس. طيب فاكرين حضراتكم الثالاموس بتاعت الناحيه دي والثالاموس بتاعت الناحيه الثانيه، ان بتوين كان فيهم سبيس كونتيننج سي اس اف، كنا بنسميه كافيتي او الثيرد فينتريكل كافيتي. موجوده فين الثالاموس؟ قال لك بتوين السريبرال هيمسفير اهي وبتوين البرين ستيم، يعني هي واصله بتوين السريبرال هيمسفير والبرين ستيم. طب ايه اللي خلى الثالاموس كده تدفن جوه سريبرال هيمسفير؟ ليه ما هياش كلير قوي واضحه بالنسبه لنا؟ قال لك حصل ان سريبرال هيمسفير ده نما بسرعه كبيره جدا عن ما الثالاموس قدرت تنمو معاه في نفس الايه؟ المستوى. فمعنى كده قال لك ان لما حصل انورمس جروس، يعني جروس سريع قوي للسريبرال هيمسفير، خلاص اضطرت ان الداين كيفلون مش قادره توازي السرعه دي، فحصل انها بقت هيدن مخفيه او بيرد مدفونه ديب ويزن ذا برين. طيب ادي الثالاموس اهي، تحتيها في سلكس بيسموه هايبو ثالاميك سلكس. الهايبو ثالاميك سلكس ده اكستندد من اول الفورامين دي، الفورامين دي كانت واصله بتوين اللاترال فينتركل، لو انا حطيت صباعي دخلته جوه اللاترال فينتركل، وبتوين الفنتركل اللي بتوين التو سيريبرا تو ثالاموس. كان اسم الفورامين دي ايه لو حد يفتكر؟ انترفنتريكولار فورامين. اوكي طيب، وبيوصل لحد بدايه الدكت دي، الدكت دي اسمها ايه؟ سيريبرال اكويدكت. سيريبرال اكويدكت. بوجود السلكس ده بتقسم لي الثالاموس انتو فنترال للخط ده، فنترال للسلكس ده اللي هي ال الهايبوثالاموس والسبثالاموس، بعتبرهم فنترال لللاين ده، ودورسال لللاين ده اللي ثالاموس وايبي ثالاموس وميتا ثالاموس. مش باينه في الرسمه دي بس هتبان فيما بعد. يبقى الهايبوثالاميك سلكس ده قسم الثالاموس انتو لا اما فنترال بارت اللي هي الهايبوثالاموس والسبثالاموس، لا اما دورسال بارت اللي هو الثالاموس والايبي ثالاموس والميتا ثالاموس. طيب نبتدي واحده واحده كده بهدوء. ايه الثالاموس دي؟ اهي اوفال ماس اوف جراي ماتر. طب لما هي جراي ماتر ليه ما اطلقوش عليها بيزل نيوكلياي زي ما اطلقنا على الجراي ماتر ويزن زي سيريبرال هيمسفير؟ قال لك والله الفانكشن بتاعتها not related to the basal nuclei، يبقى خلاص يبقى ليها فانكشن تانية، فبالتالي ما اطلقوش عليها او ما قالوش ان هي تبع البيزال نيوكليار. يبقى هي oval mass of gray matter act as gateway، بوابة for the cerebral cortex. يبقى الثالاموس act as gateway for the cerebral cortex. ليه؟ لو حضراتكم تفتكروا اي سنسيشن طالعه للسريبرال هيمسفير كانت لازم تعدي على الثالاموس في طريقها، حتى الفيجن حتى الهيرينج كله كان لازم يعدي على الثالاموس اكسبت السمال. السمال ما بيعديش على الثالاموس. طيب كانت ليها علاقه بالموتور اكتيفيتي، فاكرين السريبيلم يبعت لها وهي تبعت للسريبرال هيمسفير، البيزال جانجليا تبعت لها وهي تبعت للسريبرال هيمسفير، يبقى هي ريليتد تو ميني موتور اكتيفيتي. اخر حاجه انها بيرتيننج او متعلقه تو ذا مود اند كوجنيتيف فانكشن. الحاجات المتعلقه بالمود والكوجنيتيف فانكشن بيقول لك برضه بتعدي من خلال الايه؟ الثالاموس. يبقى الثالاموس عباره عن اوفال ماس اوف جراي ماتر اكت از ا جيت واي فور ذا سريبرال كورتكس، هي relay station for all sensation except the smell, related to many motor activity لاتصالها بالسيريبيلم بالسبثالاموس بالبيزال جانجليا. اوكي وبتوصل للسيريبرال كورتكس. طيب ليها جزء في الليمبك، الليمبك هيبقى كل علاقته بالمود والكوجنيتيف. قال لك اه والله ده ليها علاقه بالمود والكوجنيتيف
وإن المود وكوجنيتيف بارت منه بيعدي من خلال مين؟ الثلمس. إيه البوزيشن والشيب بتاع الثلمس؟ إحنا قلنا إنها أوفال ماس أهي زي ما حضراتكم شايفين، واحدة يمين وواحدة شمال أهو اتنين. إحنا هنا عملين تقريبا كرونال سيكشن في السريبرال هيمسفير عشان نبين أهي ماس الناحية دي ودي ماس الناحية التانية، يبقى هي أوفال ماس موجودة 1 في الرايت سريبرال هيمسفير و1 في الليفت سريبرال هيمسفير. نكبر شوية أهي أدي الأوفال ماس، نكبر شوية أهي أدي مين؟ الثلمس. ليها anterior end. طيب كويس، وليها طالما ليها anterior يبقى أكيد ليها posterior end. طب يا ستي أفادكم الله. ليها كام surface بقى؟ upper surface lower surface. السيرفيس اللي ناحيتنا ده lateral، والسيرفيس اللي هيبص على الناحية التانية، السيرفيس اللي هيبص على الناحية التانية على الأذر ثلماي ده هيبقى أنهي سيرفيس؟ ميديال سيرفيس. يبقى هي عاملة متكونة من تو اند، انتيريور اند وبوستيريور اند، وفور اي سيرفيسز. طيب يبقى it has two ends and four surfaces. الانتيريور اند يوصل للانتر فنتريكولار فورامن اوف مونرو، طبعا بركه. الانتيريور اند اللي هو ده مش باين في الرسمه دي، فجبنا له رسمه ثانيه اهو. بصوا حضراتكم الثلمس اهي جوه، انا هكبر اهو، ادي الثلمس اهي، ادي الثلمس بتاعت الناحيه دي والثلمس بتاعت الناحيه الثانيه. البوستيريور اند بتاعت الثلمس اكسباندد كده، توسع شويه وتكبر، ويسموا الجزء ده بالفينر، يسموها ايه كمان مره؟ بالفينر. يبقى الانتيريور اند نارو اند واصل للانتر فنتريكولار فورامين، البوستيريور اند اكسباندد اند كده وبنسميه بالفينر اوف ذا ثلمس. اوكي، يبقى ات هاز تو اند، نارو انتيريور اند بيوصل لحد الانتر فنتريكولار فورامين اوف مرو، وposterior end expanded to form the pulvina. كويس. The upper surface of the thalamus. ها مين يقول لي related لإيه؟ وحاجة هي clear وواضحة لينا. ها ده إيه ده؟ choroid plexus. كويس. choroid plexus يبقى the upper surface related to. طيب وهنا باجي بالميديال surface، سامحوني. الميديال surface طيب related to إيه؟ ها سهلة. medial surface related to ايه؟ مين اللي موجود هنا؟ third ventricle. third ventricle برافو، اهو medial surface connected to the medial surface of the opposite side بحاجه اسمها interthalamic adhesion. طب related to ايه؟ to the third ventricle. يبقى كمان مره medial surface بتاع الناحيه دي رايح يتصل بالmedial surface بتاع الناحيه الثانيه بinterthalamic adhesion connection between the two thalami، وهو related to ايه؟ mainly medial surface للثيرد فنتركل زي ما الدكتور قال. كمان مره ادي اهو الثلمس بتاعت الناحيه دي وادي الثلمس بتاعت الناحيه الثانيه، الان بتوين ده بسميه interthalamic radiation او interthalamic adhesion اهو interthalamic adhesion. ده برضو ماس معموله من الجراي ماتر. خلاص دي connect التو medial surface together. خلاص. طب وفي نفس الوقت الميديال سيرفيس عامل ايه؟ عامل لي lateral wall of third ventricle. يبقى الميديال سيرفيس form lateral wall of third ventricle و both medial surface are connected together by the interthalamic adhesion اللي قلنا بنسميها mass intermedia، وهي معمولة من gray برضو ايه matter. طيب superior surface قلنا related to choroid plexus. طب ايه اللي موجود هنا بقى؟ اللاترال فنتركل. طب ورينا صوره اوضح. ده الثيرد فنتركل صح؟ لو انا حطيت ثلمس الناحيه دي وثلمس الناحيه الثانيه يبقى كده عز الطلب، وادي اللي ما بينهم سايبين الاوبننج دي عشان يقول لك هنا في الانترثلاميك ادهيجن معديه. يبقى فوق الثلمس ايه؟ ده مين ده؟ مين ده اللي عامل لي كده ده؟ ده ايه ده؟ ها؟ انا بقول لكم ده الثيرد فنتركل. برافو lateral ventricle. كويس. اللاترال ventricle ليه anterior part، ليه body او central part، ليه posterior part وليه inferior part. طيب الثلمس بقى اللي هنحطها دلوقتي هنا كده، الثلمس دي
فوقيها انهي بارت من اللاترال فينتريكل، انتيريور ولا بوستيريور ولا انفيريور ولا سنترال بارت وبودي؟ سنترال بارت. برافو. يبقى الابر سيرفيس اوف ذا ثالاموس ريليتد تو ذا سنترال بارت او البودي اوف ذا لاترال فينتريكل. طب مين كمان بتعدي فوق الثالاموس؟ شايفينه مين اللي شكله سي شيبد كده؟ هيد نيوكليوس والتيل. برافو، كوديت نيوكليوس. كمان مره، يبقى الثالاموس ابر سيرفيس اول حاجه قلناها كورويد بليكسس، تالي حاجه قلنا فوقيها الفلور اوف ذا سنترال بارت او البودي بتاع اللاترال فينتريكل، ادي كورويد، ادي اهو احنا فاتحين الفينتريكل، فكمان شايفين فوقيها مين؟ الكوديت نيوكليوس. يبقى ادي تو سلاماي متغطيه ما بينهم ايبندايما، لو انا خرمت الايبندايما دخلت على الثيرد فينتريكل. طيب فوق الثالاموس ايه؟ فوق الثالاموس الكورويد بليكسس، فوق الثالاموس الفلور بتاع اللاترال فينتريكل، اوكي، فوق الثالاموس الكوديت نيوكليوس، يبقى ده الابر سيرفيس اوف ذا ثالاموس. يبقى الابر سيرفيس فري ريليتد تو كورويد بليكسس كوديت نيوكليوس، عامل لي جزء من البودي اوف ذا لاترال فينتريكل. وفاكرين التو فين دول اللي احنا كنا قلناهم قبل كده؟ حد فاكرهم؟ ها، ثالاموس ترايات وكورويدال. ربنا يفتح عليك، فعلا كورويدال فين وثالاموس ترايات فين. يبقى الابر سيرفيس اوف ذا ثالاموس على بعضيها ريليتد تو كورويد بليكسس كورويد فين ثالاموس ترايات فين كوديت نيوكليس، كل ده موجود تحت الايه؟ الفلور او تحت السنترال بارت اوف ذا ايه؟ اوف ذا lateral ventricle. طيب الانفيريور سيرفيس بقى اوف ذا ثالاموس، هنلاقي السلكس اللي احنا فاتناه الهايبوثالاميك سلكس. يبقى الانفيريور هلاقي ادي الثالاموس اهو، الانفيريور سيرفيس ريليتد تو هايبوثالاميك سلكس، سيبريت الثالاموس من الهايبوثالاموس والايه؟ والسب ثالاموس. يبقى سيبريتد باي هايبوثالاميك سلكس، خلاص الهايبوثالاميك سلكس بيفصل لي الثالاموس عن الهايبوثالاموس والايه؟ والسب ثالاموس. طيب يقول لك الموست بوستيريور بارت اوف ذا انفيريور سيرفيس، لو انا تتبعته كده بلاقي اتنين بودي كده، ده بيسموه ميديال جينيكوليت بودي. احنا قلنا جينيو دايما زي الركبه كده، يسموا ده ميديال جينيكوليت بودي ويسموا ده لاترال جينيكوليت بودي. يبقى الميديال واللاترال جينيكوليت بودي موجوده على الانفيريور سيرفيس اوف ذا ثالاموس في الموست بوستيريور بارت، عشان كده بيقولوا بوسترو انفرو بارت اوف ذا ثالاموس، هنلاقي الميديال واللاترال جينيكوليت بودي. لاترال سيرفيس اوف ذا ثالاموس بقى مين لاترال ليها؟ ها، مين النيوكليس دي؟ مين النيوكليس دي اللي لانتيفورم نيوكليس؟ برافو، ادي الثالاموس، ادي الكوديت هيد وبودي وتيل، وادي اللانتيفورم نيوكليس. تيل طبعا بيوصل للاميجدالويد، عرفناها. طيب احنا واخدين هنا هوريزونتال سيكشن، انا شاور وانتوا قولوا لي ده مين دي؟ دي مين؟ كوديت. وادي اللانتيفورم كلها اللي مقسومه لجلوبس باليداس وبيتامان، والجلوبس باليداس مقسوم لباليدام واحد وباليدام اتنين او انترنا واكسترنا. طيب امال دي مين؟ ثالاموس. يبقى اللاترال سيرفيس اوف ذا ثالاموس، مش ده اللاترال سيرفيس اوف ذا ثالاموس، ريليتد تو ذا لانتيفورم نيوكليس، سيباريتد عنه بمين بقى؟ ها، انترنا كبسول. برافو برافو. يبقى اللاترال سيرفيس سيباريتد فروم ذا لانتيفورم نيوكليس باي ذا انترنال كابسول. يبقى احنا كده قلنا السيرفيسز وقلنا التو اند بتاع الثالاموس. طيب لما نيجي نخش جوه الثالاموس يلاقي فيها نيوكليون، سموها ثالاميك نيوكليون، هي بصراحه كتير قوي. طب قال لك ثالاميك نيوكليون دي نقسمها كده شويه، وفي حاجات هنقول والله مهمه نعرفها وفي حاجات يعني ما تهمنيش قوي. قال لك انا عندي واي شيب، شايفينها واي شيب كده، لامينا معموله من وايت ماتر تقسم لي الثالاموس انتو 3 بارت، انتيريور بارت، لاترال بارت،
ميديال بورت، ايش عرفك ان ده الميديال؟ ما هو الميديال رايح للميديال بتاع الناحيه الثانيه بانترسلاميك اديجن او ماس انترميديا، يبقى ده الميديال بورت، يبقى ده اللاترال بورت، يبقى ده الانتيريور بورت. اوكي يعني كمان مره، يبقى انا عندي واي شيبد وايت ماتر بتقسمني الثالاموس انتو 3 بورت يسموها انترنال ميدلري لامينا. اسمها ايه كمان مره؟ انترنال ميدلري لامينا. يبقى الانترنال ميدلري لامينا اهي هتقسم لي بقى الثالاموس انتو بتوين التو ليمب بتوع الواي هتبقى انتيريور نيوكليول، ميديال ليها هسميها ايه دي بقى؟ هسميها ميديال نيوكليول. طب ولاترال ليها؟ لاترال نيوكليول او لاترال بارت على الاصح يعني. انتيريور بارت، ميديال بارت، لاترال بارت، اللي قسمها لي الواي شيبد وايت ماتر اللي سميناها انترنال ميدلري لامينا. يبقى الانترنال ميدلري لامينا واي شيبد وايت ماتر ديفايدد ذا ثالاموس منه، انتيريور بارت بتوين التو ليمب، ميديال للميديال ولاترال لللاترال، كل بارت بقى كونتيننج نيوكليو. طيب نبتدي. انتيريور نيوكليو موجوده فين؟ في الانتيريور بارت، احنا لسه قايلينها، اللي موجوده بتوين التو ليمب اوف واي شيبد لامينا اللي سميناها انترنال ميدلري لامينا. كويس. قولوا لي دي مين دي؟ ده ايه ده؟ ده ايه ده؟ البينيال بودي؟ لا يا دكتوره، البينيال بودي. بصي البينيال بودي اهي ورا يا دكتوره، هنجي لها كمان شويه. اللي تحت دي مين؟ ها؟ ماشي، هي قدام البرفوريتد سبستنس، كنا قلنا شبه الميموري جلاند سميناها ماميلاري بودي. الماميلاري بودي دي تبعت فايبر للانتيريور نيوكليوي اوف ذا ثالاموس يسموها ايه؟ ماميلو سلاميك تراكت. يبقى ايه الماميلو سلاميك تراكت ده؟ الماميلاري بودي تبعت فايبر تروح للانتيريور نيوكليوي اللي موجوده في الانتيريور بارت اوف ذا ثالاموس، واسمي التراكت دي او الفايبر اللي ماشيه مع بعض دي هسميها ماميلو سلاميك تراكت. تيجي الانتيريور سلاميك نيوكليوي دي تاخد الافرنت ده وتقوم موصلاه مودي لمين؟ للسنجوليت جايروس، ويسموه ايه ده بقى ان شاء الله؟ سلامو، لا معلش، يسموه سلامو سنجوليت تراكت. كمان مره، هو يعني عايز يقول لي ايه؟ عايز يقول لي الانتيريور نيوكليوي دي ايه لازمتها؟ ايه فايدتها؟ بتعمل لي ايه؟ قال لك والله متصله بالماميلاري بودي، بيجي لها افرنت من الماميلاري بودي بيسموه ماميلو سلاميك تراكت، ويخرج من النيوكلياي دي افرنت تروح للسنجوليت يسموا ده ايه؟ سلامو سنجوليت تراكت بقى اسميهم. قال لك طب ايه يعني ده دوره ايه ده ان شاء الله؟ قال لك ده ليه علاقه بالاموشن والريسنت ميموري، يعني معناها ان هو بارت اوف ذا بابير سيركويت اللي هي بارت اوف ذا ليمبيك سيستم. كمان مره انا عندي دلوقتي الثالاموس قسمتها انتو 3 بارت، انتيريور بارت، ميديال بارت، لاترال بارت. بعد كده قلت والله الانتيريور بارت كونتيننج نيوكلياي اسمها انتيريور ثالاميك نيوكلياي. طب يا ستي الفانكشن بتاعت الانتيريور ثالاميك نيوكلياي دي ايه؟ قال لك والله جاي لها تراكت من الماميلاري بودي هيسموه ماميلو ثالاميك تراكت، هي نفسها بقى تبعت افرنت، خلاص بيسموه anterior thalamic radiation، افرنت طالع من anterior thalamic nucleus يوصل للسنجوليت يسموه anterior thalamic radiation، يسموه سلامو سنجوليت تراكت، جاي من الثالاموس ورايح للسنجوليت. قال لك طب ده ايه يعني دوره ايه ده ان شاء الله؟ قال لك ده form part of the limbic system، البابير سيركوت اللي حضراتكم هتاخدوها بكره ان شاء الله، ده جزء من البابير سيركوت، يعني ان هو السيركوت دي يعني دايره هتغلق، ده بارت مهم جدا هيغلق لي الدايره بتاعه الباباس. خلاص طب ده كونسرند مع ايه؟ مع الايموشن، مع الريسنت ميموري. اوكي ماشي يا شباب، اي سؤال؟ طيب على البركه، ده ايه فاهمين ولا مش فاهمين؟ احنا فاهمين يا دكتوره، كله فاهمين، ماشي على البركه ان شاء الله. يبقى الانتيريو نيوكليوي between the two limb of Y-shaped internal medullary lamina receive mammillo thalamic tract from the mammillary body, send the anterior thalamic radiation to the cingulate, submit to thalamus cingulate
form part of the limbic system أو papar circuit which is concerned with emotion and recent memory. إحنا كده خلصنا خلصنا ال anterior nuclei. نخش على medial nuclei. قال لك الميديال نيوكليون هنعتبرها واحده بس اسمها دورسو ميديال نيوكليس. طيب دورسو ميديال نيوكليس على البركه. الدورسو ميديال نيوكليس ده بيقول لك جاي لها افرنت من الهايبوثالاموس من الاميجدالا من الاولفاكتوري كورتكس. طب هي تبعت لمين؟ للبري فرونتال كورتكس. طب دي بتلعب ايه؟ قال لك بتلعب دور في الليمبيك سيستم انفولفد ان ثينكينج اند موف. يعني احنا الثالاموس دي كنا في اعتقادنا الاول فاكرين انها خلاص بقى هي الثالاموس كده ريلي ستيشن فور اول سنسيشن وعلى البركه كده كفايه عليه. لا ده اللي لسه طلعت ليها فانكشن كبيره قوي انها ليها علاقه بالريسنت ميموري ليها علاقه بالمود ليها علاقه بالثينكينج اوكي عن طريق النيوكلياي اللي موجوده جواها. يبقى الدورسو ميديال نيوكليس دي ريسيف افرنت من الهايبوثالاموس من الاميجدالا من الاولفاكتوري كورتكس وإفرنت بتبعتها للبري فرونتال كورتكس. وقلنا خلاص بتلعب دور في الليمبيك سيستم. يعني عشان ما اكذبش عليكم النيوكلياي دي مش لازم قوي نذاكرها لكن الانتيريور ثلاميك نيوكلياي لازم نبقى عارفينها. بنقول حاجات ولا حاجات. طيب اللاترال بارت بتاع الثالاموس بقى الجزء اللاترال ده احنا خدنا الانتيريور وسهل ابن حلال عامل لي بارت من الباباس سيركت ولازم اكون مذاكراها كويس. قلنا الدورسو ميديال نيوكليس دي ما تهمنيش قوي هي بس زيها زي الانتيريور ليها دور في الايه في الليمبيك سيستم. طيب اللاترال بارت اوف ذا ثالاموس بقى قال لك هنقسمهم انتو ايه تو بارت دورسال تير وفنترال تير. الدورسال تير اللي هو على الابر سيرفيس ده يسموه دورسال تير وفنترال تير اللي ناحيه الايه الفنترال سيرفيس ده لان ده الابر وده الانفيريور زي ما قلنا. يبقى الدورسال تير ناحيه الابر والفنترال تير ناحيه الايه اللور. قال لك طب الدورسال تير هنقسمها ايه بقى؟ قال لك هنسمي دي لاترال ما هو كل دول لاترال خلي بالك احنا خلصنا الانتيرو وخلصنا الميديال احنا كل ده بنتكلم في اللاترال. قال لك اول واحده هسميها لاترال دورسال. طب واللي بعديها لاترال بوستيريو. يا عم ما فيش فرق ايه لاترال دورسال ولاترال بوستيريو اتنين حاجه واحده. قال لك معلش هنسمي دي لاترال دورسال ولاترال بوستيريو والجزء اللي ورا ده خالص كله كده هنسميه بالفيلار كان البوستيريور اند ده كله هو بيمثل ايه البالفينر ده جزء من الدورسال تير. طيب قال لك ده ريسيف نيوكلياي منين البالفينر ده؟ قال لك انبوت فروم اذر سلاميك نيوكلياي. طب حلو قوي. طب وبعدين بيعتبروه مالتي سنسوري بروسيسنج يونت. يونت بتعمل للسنسيشن اللي انت بتحسها بقى كده يعني بتعمل زي ادماج كده بالسنسيشن اللي احنا بنحسها. طيب وإفرنت تبعت لي لمين؟ قال لك للسنسوري اسوسيشن اريا اوف سيريبرال اي كورتكس. ده مين ده؟ ده البالفينا. طيب الدورسال تير دي يا دكتوره مهم قوي ان انا اعرفها برضو مش قوي لكن بس ابقى عارف. طب انت بتدهم لي ليه لما انا مش مهم اعرفهم؟ لا لازم حضرتك تبقى عارف ان انا عندي نيوكلياي ومتقسمه ازاي جوه الثالاموس وفكرتي عنها تبقى ايه؟ اوكي؟ طيب المهمين قوي عندي بقى اللي هم الجزء اللي تحت دول. اول بارت هيسموه ventral anterior nucleus. طيب كويس لانها في الانتيريور بارت. ventro lateral انها في اللاترال بارت واللي ورا دي اسمها ventro postro lateral. بعدين لقوا حته منها كده موجوده ميديال قاموا مسمينها ventro postro medial nucleus. حد سمع عن الventro postro lateral والventro postro medial nucleus دول؟ حد سمع عليه؟ يبقى بالظبط كده. يبقى عشان كده دول يهموني قوي اللي كانوا تشير في الفورميشن بتاع الاسندنج تراك. علشان كده الحاجات اللي انا بقول لكم عليها يعني ما تهمنيش قوي لانها مش داخله في الحاجات اللي احنا اخذناها قبل كده. يبقى اللاترال بارت اتقسم حقيقي انتو دورسال تير وفنترال تير. الدورسال تير ما همناش قوي غير بس اني عارفه انه مقسوم لثري بارت. طب والفنترال تير 3 بارت برضو بس الموست بوستيريور بارت بتاعه ده مقسوم لتو نيوكليس او لتو بارت كل بارت جواها نيوكليس اسمها فنترو بوسترو لاترال نيوكليس وفنترو بوسترو ميديال نيوكليس زي ما حضراتكم قلتوا. خلاص الفنترو انترو والفنترو لاترال ليهم علاقه بالموتور نيوكليون. طب والفنترو بوسترو والفنترو بوسترو لاترال وبوسترو ميديال دي علاقه بمين؟ بالسنسوري ايه نيوكليس. طيب اهم
الفينترو انترو ايه علاقتها يعني؟ ايه يعني انت عايزه تقولي ايه؟ بتعمل ايه؟ قال لك لا دي جايه لها افرنت من البيزال جانجليا زي ما حضراتكم عارفين. فاكرين لما كنا بنقول البيزال جانجليا بتبعت للسالاموس؟ طب بتبعت في انهي حته في السالاموس؟ تبعت للفينترو انترو نيوكليس اوف ذا سالاموس. طب هي نفسها تبعت لمين؟ للسبلمنتري موتور اريا. طب طالما بيتكلم على البيزال جانجليا يبقى ليه علاقه بالموتور سيركوت. طيب الفينترو لاترال او ساعات يسموها فينترو انترميديال نيوكليس، اوكي. طيب دي جاي لها افرنت منين؟ من السيريبيلر نيوكليوي. فاكرين لما كنا بنقول ان السيريبيلر عن طريق الدنتات بيبعت للسالاموس، يبقى افرنت جاي لها من السيريبيلر نيوكليوي. طب افرنت هتودي لمين؟ للموتور والبريموتور اريا. طب ليها علاقه بالايه؟ بالبلاننج بتاع الفولنتري. مش احنا اتفقنا ان دلوقتي عشان احرك ايدي مش بس انا محتاجه موتور اريا، مش بس محتاجه بري موتور اريا، مش بس محتاجه سبلمنتري موتور اريا، مش بس محتاجه سنسوري اسوسيشن اريا، ده انا كمان محتاجه البيزال جانجليا والسيريبيلم عشان الحركه تطلع ايه؟ مظبوطه. طيب مين بقى اللي هيعمل لي كل الكلام ده؟ السالاموس. يبقى السالاموس ليها فينترو انترو جاي له من البيزال جانجليا، فينترو لاترال جاي له من السيريبيلم هيبعته للموتور اريا of cerebral hemisphere عشان to adjust the voluntary A movement اللي انا هعملها. طب اخر نيوكليس بقى اللي انتوا قلتوها فينترو بوسترو نيوكليس دي احنا قلنا انها sensory. قسمناها فينترو بوسترو لاترال وفينترو بوسترو ميديال وانتوا بقى عارفينها. اهي ادي الفينترو بوسترو لاترال وادي الفينترو بوسترو ميديال. طيب هات يا ستي. ادي الفينترو بوسترال نيوكليس هعتبر ان دي اللاترال بارت وهعتبر الناحيه الثانيه دي الميديال بارت. قولي له بقى الفينترو بوسترو لاترال نيوكليس دي ريسيف ايه؟ جاي لها ايه؟ ها؟ ايه التراكت اللي جاي لها؟ ها؟ سباينوسالاميك صح، وكمان الميديا اللي منيسكاس تراكت. طب الفينترو بوسترو ميديا اللي جاي لها منين؟ حاجات الفيس ها؟ ترايجيمينال لمنيسكاس. برافو، ترايجيمينال والتيست. يبقى انا عندي الفينترو بوسترال نيوكليس قسمناها فينترو بوسترو لاترال دي اللي جايبه لي السباينال والميديا اللي منيسكس، وفينترو بوسترو ميديا دي اللي هتستقبل الترايجيمينال والايه والتيست سنسيشن. خلاص. طيب دي بتروح لمين؟ طبعا كلهم بيروحوا للبوست سنترال جايروس، بس يعني قلبي يحدد لنا يعني تفتكروا السباينال والميديا ده اللي جاي لي من من البودي عامه يروح لانهي بارت للبوست وسنترال جايروس؟ يعني احنا عارفين ان البودي ريبريزنتد اب سايد داون، صح ولا غلط؟ ها ها صح ولا غلط؟ اب سايد داون. كويس، يبقى السباينال والميديا اللي هيروحوا لانهي بارت في البوست والسنترال جايروس؟ الابر تو ثيرد. ليه يا ستي؟ لان اللور ثيرد في الهيد اريا، يبقى الترايجيمينال والتيست هيروحوا في الهيد اريا اوف ذا بوست سنترال جايروس. كمان مره، يبقى أنا قسمت السلاميك نيوكلياي انتو anterior سلاميك نيوكلياي وحطينا عليها نجمة وقلنا أنها مهمة عشان دي جزء من البابايا سيركويت، جايلها إيه بقى؟ ماميلو سلاميك، وهي تبعت سلامو سينجوليت وتقفل لي الدايرة بتاعة البابايا سيركويت، يبقى ليها علاقة بالليمبك سيستم، ليها علاقة بالإيه؟ بالإيموشن تو ريسنت ميموري. بعد كده قلت قسمت بقى إحنا قلنا anterior، الميديال قلت ما تهمنيش قوي. جينا اللاترال قسمتها انتو دورسال وفنترال، قلت الدورسال برضو مش عايزاها. اخدنا الفنترال قسمناها فنترو انترو، قلنا دي هيجي لها افرنت من البيزال جانجليا، فنترو لاترال ودي هيجي لها افرنت من السيريبيلم، والاثنين هيودوا للموتور اريا اوف سيريبرال كورتكس. اتبقى عندي الفنترو بوسترو، قسمتها فنترو بوسترو لاترال وفنترو بوسترو ميديال. الفنترو بوسترو لاترال جايه لها من السباينال والميديا اللي منيسكس، يعني هتروح للبودي، يبقى هتروح للابر تو ثيرد اوف بوست سنترال جايروس. طيب الفنترو بوسترو ميديا نيوكليس جايه لها من الترايجيمينال والتيست، يبقى دي راحه للور ثيرد اوف بوست سنترال جايروس. ليه يا ستي اللور ثيرد؟ عشان البودي ريبريزنتد اب سايد داون، يبقى الهيد موجوده في اللور بارت اوف بوست سنترال اي جايروس. كده احنا خلصنا السلاموس. اي سؤال بقى في السلاموس شباب؟ سهلة لأنها تعتبر هي تعتبر ريفيجن، يعني هي السالاموس تعتبر ريفيجن للي حضراتكم أخدتوه قبل كده. طيب تاني بارت عندي الهايبوثالاموس. فين الهايبوثالاموس؟
حط يا ستي الهايبوثالاميك سالكس واحنا نقول لك ادي الهايبوثالاميك سالكس اللي واصل من انترفنتريكولار فورامين لحد السيريبرال اكويدكت ما تحتيه والموست انتيريور بارت هيبقى مين الهايبوثالاموس. يبقى الهايبوثالاموس موجوده في المنطقه دي. طب قولوا لنا بقى الاكستنشن بتاعه الهايبوثالاموس دي ايه؟ يقول لك قدام واصله لحاجه اسمها لامينا تيرمينالس. طيب اوكي هنحفظ اسمها لامينا تيرمينال. ورا قال لك انا هرسم فيرتيكال لاين كده خط وهمي من اول نهايه الماميلاري بودي هاخد خط وهمي كده يبقى ده البوستيريور بارت او البوستيريور اكستنشن بتاع الهايبوثالاموس. طيب فوق واصله لحد مين؟ لحد الهايبوثالاميك سالكس. طب تحت واصله لفين؟ لحد البيز اوف ذا برين. كمان مره ايه الاكستنشن اوف ذا هايبوثالاموس؟ انتوا قولوا لي السهل. السهل فوق توصل لحد مين؟ ها هايبوثالاميك سالكس. طيب ورا للبلين اوف ماميلاري بودي. للبلين اللي هو بوستيريور للماميلاري بودي قدام لامينا تيرمينالس. كويس. وتحت تحت هي كان الهايبوثالاموس هي اللي عامله لي البيز اوف ذا برين. يبقى الهايبوثالاموس تحت فورم ذا بيز اوف ذا برين. ايه ده؟ يعني الجزء ده جزء من الهايبوثالاموس. ايوه الجزء ده جزء من الهايبوثالاموس. البيز اوف ذا برين ده جزء من الهايبوثالاموس. يعني الماميلاري بودي ده جزء من الهايبوثالاموس. اوكي ماشي ولا مو ماشي؟ ها ماشي كويس على البركه. طيب ماشي. لو احنا ده البيز اوف ذا برين تبقى دي ايه اول حاجه؟ دي ايه دي؟ مش متخيلينها. طب انا اوبتيك كيازما. طيب بص يا دكتور انت ادي البيتويتري جلاند اهو وادي البيتويتري ستوك او الانفونجيبلم. اللي كان جاست ان فرونت اوف ذا بيتويتري ستوك او انفونجيبلم كان الاوبتيك كيازما. يبقى اول حاجه احنا بنشوفها في الفلور او البيز اوف ذا برين كان الاوبتيك كيازما. بعديها الانفونجيبلم او البيتويتري ستوك الواصله اللي بين الهايبوثالاموس والبيتويتري. بعديها الماميلاري بودي. كمان مره ادي البيتويتري ستوك ادي الماميلاري بودي. يبقى ايه البارت اوف ذا هايبوثالاموس؟ اوبتيك كيازما بيعتبروها بارت اوف ذا هايبوثالاموس. ايه ده يا دكتوره ايه الكلام ده؟ احنا عارفين الاوبتيك كيازما ده اوبتيك نيرف النيزال فايبر فيه كروزد والتيمبورال فايبر مش كلوزد. بنعتبر الاوبتيك كيازما بارت اوف ذا هايبوثالاموس. طيب الانفونجيبلم الانفونجيبلم ادي الانفونجيبلم اهو او اللي اسمه بيتويتري ستوك بارت اوف ذا هايبوثالاموس. الماميلاري بودي بارت اوف ذا هايبوثالاموس. الحته دي السبعه دي اللي حضراتكم شايفينها دي بنسميها تيوبر سيناريوم. تيوبر سيناريوم او بيسموها ميديان ايمينس. يعني هي ليها تو اسم كده. التيوبر سيناريوم او الميديال ايمينس دي بارت اوف ذا هايبوثالاموس. يبقى كمان مره extension of the hypothalamus لحد اللامينا تيرمينالس. طب حد بقى دي يقدر يقول لي اللامينا تيرمينالس دي هتبقى واصله بين ايه وايه؟ هي بين تحت اوبتيك كيازما. انا لسه مشاوره وقايلين ده اوبتيك كيازما. طب فوق ده ايه؟ anterior commissure. مش احنا عندنا corpus callosum ده المين commissure اللي واصل التو cerebral hemisphere. انا كمان عندي قدام في حاجه اسمها anterior commissure وورا كمان شويه هناخد حاجه اسمها posterior commissure. كمان مره extension of the hypothalamus فوق لحد الهايبوثالاميك سالكس قدام لحد اللامينا تيرمينالس اللي واصله من اول الانتيريور كوميشر لحد الاوبتيك كيازما. اوكي ايه كمان؟ ورا لحد فيرتيكال بلين ورا الماميلاري بودي. تحت هي نفسها عامله لي الفورم ذا بيز او فلور اوف ذا برين. يبقى الهايبوثالاموس بارت عباره عن اوبتيك كيازما تيوبر سيناريوم او ميديان ايمينس والبيتويتر ستوك اوكي او انفونجيبلم ستوك هو وورا الماميلاري ايه بودي. انا كتبت لكم اللامينا تيرمينالس اهي لاير اوف جراي ماتر كونكت الاوبتيك كيازما مع الانتيريور كوميشن. طب ايه هو الانتيريور كوميشن؟ دي فايبر كونكت ذا تو سيريبرال هيمسفير اوف ذا برين. طب دي ليها علاقه بالايه؟ بالاولفاكتوري باث واي. وانتوا اخدتوا اكيد وانتوا بتاخدوا الاولفاكتوري باث واي قالوا لكم ان عندي الاولفاكشن بتاع الناحيه اليمين والناحيه الشمال لازم يبقى فيهم اتصال توجذر، لازم يبقى فيه وصله ما بينهم.
الوصلة اللي ما بين الأولفاكتوري بتاع الناحية اليمين والأولفاكتوري بتاع الناحية الشمال، الوصلة هي الأنتيريور كوميشر. زي ما البوستيريور كوميشر فاكرين بين السوبيريور كوليكولاس دي والسوبيريور كوليكولاس دي، يبقى أنا عندي أنتيريور كوميشر بين أولفاكتوري تراكت الناحية دي والأولفاكتوري تراكت الناحية التانية. يبقى آدي كلام كله بتاع مين؟ الهايبوثالامس. طيب آدي أوبتيك كيازما، آدي تيوبر سينيريام أو بنسميها ميديان إيمينانس، آدي الماميلاري بودي. أمال الجزء ده هيسموه إيه؟ ها؟ الفانديبولم ستوك أو إنفانديبولم، الاثنين صح. طيب الهايبوثالامس جواها نيوكلياي. إيه بقى النيوكلياي اللي جوه الهايبوثالامس؟ احنا دي بنسميها، انا بس عشان تربطوا النيوكلياي مش اكتر يعني، اوبتيك هقول فيها سوبرا اوبتيك نيوكليس، كيازما فيها سوبرا كيازماتيك نيوكليس، تيوبر فيها تيوبر نيوكليس، ماميلاري بودي فيها ايه؟ اهي سوبرا اوبتيك نيوكليس، سوبرا كيازماتيك نيوكليس، تيوبرال او انفانديبولار نيوكليس، و ولا معلش سوري، وبارا فنتريكولار نيوكليس، واخر حاجه ماميلاري ايه نيوكليون. طب انت ليه ربطهم بس عشان نفتكرهم؟ يبقى فوق الاوبتيك احنا قلنا اوبتيك كيازما، اوبتيك حطينا سوبرا اوبتيك نيوكليس، كيازما حطينا سوبرا كيازماتيك نيوكليس، تيوبر حطينا تيوبرال نيوكليس وانفانديبولار نيوكليس. اوكي ماميلاري في ماميلاري نيوكليس، ايه البارا فنتريكولار دي؟ ليه جبت سيره فنتريكل؟ هو هنا في فنتريكل؟ ايوه، لان الثيرد فنتركل يا شباب اللاترال وول بتاعه معمول من حاجتين، من ثالامس وهايبوثالامس، دي عرفناها النهارده. يعني الثيرد فنتركل لما اقول لك لاترال وول اوف ثيرد فنتركل تقول لي ايه؟ تقول لي ثالامس وهايبوثالامس، عشان كده عندي نيوكليس اسمها بارا فنتريكولار نيوكليس. طيب ايه الكونكشن بتاع الهايبوثالامس؟ وكاتبينها بالخط الكبير اهو، كونكتد ويز ذا بيتويتري جلاند، ده اللي كلنا عارفينها. connected مع اللور سنتر، اللور سنتر هو البرين ستيم سنتر، connected مع الليمبك سيستم، connected with the prefrontal A cortex. يبقى connection ده كل ده connection بتاع مين؟ الهايبوثالامس. طيب ناخد الconnection بتاع الايه؟ البيتويتري جلاند. هي البيتويتري جلاند اصلا بتتكون من ايه؟ حد عارف؟ ها؟ محدش قرا البيتويتري جلاند خالص؟ كويس، anterior pituitary. ادي كل الجزء ده، كل الجزء ده anterior pituitary. طب والجزء ده posterior pituitary. طب الanterior pituitary بيتكون من ايه؟ pars tuberalis اهي، pars distalis اهي. اوكي يبقى pars tuberalis اهي، معلش سوري انا اسفه، pars tuberalis، pars distalis، واخر بارت انترميديت. انترميديت بتوين الانتيريور والبوستيريور. طب والبوستيريور بيتكون من ايه؟ بارس نيرفوزا وانفانديبولار ستوك. يبقى دي كلها مين؟ البيتويتري ايه جلاند. يبقى اناتوميكالي البيتويتري جلاند بتتكون من انتيريور لوب يسموه ادينو هايبوفيزيس، احنا قلنا هايبوفيزيس يعني بيتويتري جلاند، معموله من بارس ديستاليس، بارس تيوبراليس والانترميديت. posterior lobe يسموها ايه؟ نيورو هايبوثيسيس، معموله من ايه نيورو هايبوثيسيس؟ معموله من بارس نيرفوزا وانفانديبولار ايه ستوك. طيب كويس، اديتينا فكره. طيب ايه بقى اللي يهمني ان انا اعرف ان في وصله بين الهايبوثالامس والبيتويتر اللي انت قلتيه؟ الهايبوثالامس بتديني هرمون اسمه ايه؟ مثلا احنا هندي اكزامبل، بتديني حاجات كتير قوي، بس هتديني هرمون هنسميه ثايروتروفين ريليزنج هرمون. ثايروتروفين ده رايح للثايرويد جلاند. طيب هيوصل ازاي للثايرويد جلاند؟ الهايبوثالامس لما تطلع الهرمون اللي اسمه ثايروتروفين ريليزنج هرمون يدي اوردر للبيتويتري، البيتويتري تطلع هرمون اسمه ثايرويد ستيمولييتنج هرمون، تقوم عامله ستيمولييشن للثايرويد، الثايرويد تطلع تي 3 وتي 4. لما T3 وT4 يطلعوا في البلد يعملوا فيدباك، نيجاتيف فيدباك، يروح للثالامس والبيتويتري في نفس الوقت، يقول له كفايه عندنا ثايرويد هرمون بما فيه الكفايه، كفايه بيتويتري ما تطلعيش ثايرويد ستيمولييتنج هرمون. تقوم بدل ما الهايبوثالامس بتطلع ثايرويد او ثايروتروفين ريليزنج هرمون، تطلع ثايروتروفين انهيبيتنج هرمون عشان انهيبيت الميكانيزم دي كلها.
يعني بالعربي بقى كده ان الهايبوثالاموس هي اللي مسيطره على البيتويتري ولا البيتويتري اللي مسيطره على الهايبوثالاموس؟ هي اللي مسيطره على البيتويتري. بالظبط كده، يبقى الهايبوثالاموس دي هي المسيطر الاساسي على انهي جلان؟ البيتويتري جلان. طب انا اديت ده اكزامبل واحد، لكن هي بعد كده زي هنا جايبها رسومات كتير انها متحكمه في الثايرويد، في الادرينال، في الجونادز. طب انا بس اديت اكزامبل بس ان هايبوثالاموس بتطلع لي حاجتين، يا اما ريليزنج هرمون ده تو ستيمولييت الريليز بتاع الهرمون، لا اما لما خلاص الهرمون ده زياده في الدم بتعمل لي ستيميليشن للهايبوثالاموس تقول لي لا خلاص بقى طلعي سكريت انهيبيتنج هرمون تو تيرن اوف سكريشن اوف ذا هرمون. يبقى احنا خدنا الهايبوثالاموس، اخدنا الاكستنشن بتاعها قدام لامينا تيرميناليس ورا الخط اللي ورا الماميلاري بودي، فوق هايبوثالاميك سالكس، تحت عامله لي الفلور او البيز اوف ذا برين، وقلنا البارت بتاعها اوبتيك كيازما، اللي وراه انفونجيبولم والتيوبر سينيريام، اللي وراه الماميلاري ايه بودي. طيب الهايبوثالاموس ليها كنترول على البيتويتري؟ ايوه كنترول على ايه؟ لا دي كنترول على البيتويتري كلها. طب البيتويتري بتتكون من ايه؟ قلنا انتيريور بارت وبوستيريور بارت. اوكي طيب الهايبوثالاموس ازاي كنترول على البيتويتري؟ والله دي بتديها ريليزنج هرمون تو ستيميليت الريليز بتاع الهرمون، وبعد كده بتطلع لي سكريت انهيبيتنج هرمون تو تيرن اوف ذا سكريشن اوف هرمون لو هو زياده في الايه في البلد. يبقى معنى كده ان الهايبوثالاموس مسيطره على البيتويتري جلاند اللي بنسميها ماستر اندوكراين جلاند. يعني انا بقول البيتويتري جلاند دي ماستر اندوكراين جلاند، لا الهايبوثالاموس كمان فوقيها مسيطره عليه. طيب يبقى احنا قلنا ان الهايبوثالاموس سكريت لا اما ريليزنج فاكتور تو ريليز الهرمون، لا اما انهيبيتنج فاكتور تو تيرن اوف سكريشن اوف هرمون. طيب ازاي الهايبوثالاموس دي الهرمون اللي بتطلعه ده ازاي يوصل للانتيريور بيتويتري؟ ازاي يوصل لها؟ ايه الوصله اللي يوصل لها عن طريقها؟ كلها فاسكولار كونكشن، كلها عن طريق الفيسلز. يعني الهايبوثالاموس اهي فيها نيورون، النيورون دي هتيجي تنزل هرمون، هتنزل الهرمون ده فين؟ في البلد. البلد ده بيسموه ايه؟ او البلكسس ده بيسموه ايه؟ بيسموه برايمري كابيلاري بلكسس. وبعدين تمشي جوه فين، اهو فين يسموه هايبوفيزيال بورتال فين، وبعدين يروح للسكندري كابيلاري بلكسس، يخرج منها الهرمون بقى بتاع البيتويتري. يبقى اجي الهرمون بتاع الهايبوثالاموس وصل لهنا، وصل لحد البرايمري كابيلاري بلكسس، وبعدين عن طريق البورتال فين او بيسموه هايبوفيزيال بورتال فين يروح للسكندري كابيلاري بلكسس، يطلع الهرمون اللي يمشي فين؟ في البلد. يعني connection between الهايبوثالاموس وبتوين الانتيريور بيتويتري هو ايه؟ vascular connection. حطوا تحتها خطين vascular connection يسموها hypophysial portal system. الvascular connection اللي بتوين الهايبوثالاموس وبتوين البيتويتري ده بيسموه hypophysial portal system. نفس الشيء اهي اجي الهرمون هتروح للبرايمري كابيلاري بلكسس، وبعدين هتروح للهايبوفيزيال بورتال فين، وبعدين هتروح للسكندري كابيلاري بلكسس وتخرج فين؟ في البلد. تروح بقى البلد تمشي توصل بقى مع الفينز للايه؟ كافيرنا ساينس، ومنه للبلد كله. طيب امال هي متصله بالبوستيريو لوب؟ يعني اللي انا فاتيته ده اتصال الهايبوثالاموس بالانتيريو لوب، وقلنا ده فاسكولار كونكشن. طب اتصال الهايبوثالاموس بالبوستيريو لوب فاسكولار كونكشن برضو؟ قال لك لا، بص ان النيورون شايفين ادي نيورون اهي اللي احنا قلناها سوبرا اوبتيك سوبرا كايزماتيك بارا فنتريكولار، بصوا الاكزون ماشيه لحد البوستيريو لوب اوف بيتويتري. يبقى الكونكشن ده نيرفس كونكشن ولا فاسكولار كونكشن؟ ها نيرفس كونكشن. برافو. يبقى انا الهايبوثالاموس متصله بالبيتويتري عن حاجتين، لو هايبوثالاموس مع انتيرو لوب اوف بيتويتري ده هيبقى فاسكولار كونكشن، لو هايبوثالاموس مع البوستيريو لوب اوف بيتويتري ده هيبقى نيرفس كونكشن، لان الاكزون اوف هايبوثالاميك نيورون بتنزل تو باس لحد ما توصل للبوستيريو لوب اوف ذا بيتويتري، منها بقى تخش على البلد بعد كده البلد ايه فيسلز.
طيب أكتر هرمون بتفرزهم الهايبوثالاموس هم مين؟ هم الأنتي دايوريتيك هرمون والأوكسيتوسين هرمون. دول التو هرمون اللي بيتسكريتد من الهايبوثالاموس للبوستيريور لوب أوف ذا إيه بيتويتري. الأنتي دايوريتيك هرمون ده سكريتد من السوبرا أوبتيك نيوكليس. أهو السوبرا أوبتيك نيوكليس هتيجي تنزل لي مين؟ أنتي دايوريتيك هرمون أو فازوبريسين هرمون. طب والبارا فنتريكولار سكريت مين؟ الأوكسيتوسين هرمون. خلاص كده يبقى ايه اللي انت عايزه تقوليه؟ عايزه اقول ان الهايبوثالاموس هي اللي مسيطره على البيتويتري جلاند. البيتويتري جلاند عندي ليها تو لوب، انتيرو لوب وبوستيرو لوب. طب الهايبوثالاموس تتحكم في الانتيرو لوب بايه؟ بفاسكولار كونكشن. طب الهايبوثالاموس تتحكم في البوستيرو لوب بايه؟ بنيرفس كونكشن. خلاص. طيب الانتيرو لوب اتحكمت فيه ازاي؟ والله بتطلع ريليزنج هرمون، بتطلع انهيبيتنج هرمون. طب هي بتتحكم في البوستيريور لوب ازاي؟ والله عن طريق الاكزون اللي نازله دي توصل جوه البوستيريور لوب، عشان كده ده نيرفس كونكشن. وسكريتد مالي هرمونات كتيره، بس مالي عندي تو هرمون، انتي ديوريتيك هرمون والاوكسيتوسين ايه هرمون. يبقى السوبرا اوبتيك بيعمل لي سوبرا اوبتيك هايبوفيزيال تراك، البارافنتريكولار هتعمل لي بارافنتريكولار هايبوفيزيال تراك. ده الكونكشن من الهايبوثالاموس لحد البوستيريور لوب اوف ذا بيتوريتري اللي هنسميها هايبوثالامو هايبوفيزيال تراك. يبقى التراكت اللي قداماني فاسكولار، التراكت بتاع البوستيريور لوب نيرفس كونكشن. طيب وظيفة الهايبوثالاموس ايه؟ كنترول الاوتونوميك نيرفس سيستم والاندوكراين جلاند، لسه قايلينها فاتينها. ليه علاقه بالريجوليشن بتاع الفلويد، ده انتي دايوريتيك هرمون للبودي، للفود انجيشن، للبودي تمبريتشر. كنترول الايموشن، ليه علاقه بالريبرودكشن والبيولوجيكال اي كلوك. طيب احنا كده خلصنا الثالاموس، الهايبوثالاموس، السبثالاموس. نفس الشيء الثالاموس موجوده تحت الهايبوثالاميك اي سالكس. اهي ادي السبثالاموس. لو انا قلت لكم صفوا لي السبثالاموس بتوين ايه وايه، هتقولوا لي والله بتوين الثالاموس فوق وبتوين الميد برين تحت او البرين ستيم. كمان مره ادي الثالاموس، خلاص تحتيها هايبوثالاميك سالكس، الهايبوثالاميك سالكس تحتيه السبثالاموس. يبقى السبثالاموس دي مكانها فين؟ تحت الثالاموس، سيبريتد من الثالاموس بالهايبوثالاميك سالكس، لاي بتوين الثالاموس والتجمنتم اوف ذا ميد برين. طب السبثالاموس دي انتوا حضراتكم اخدتوها في ايه كده؟ فكروني اخدتوها في ايه السبثالاموس دي؟ جت زرتها قبل كده في ايه؟ الاندايركت تراك بتاعت مين؟ الاندايركت باسوي بتاع مين؟ بيزل جانجليا. يبقى السبثالاموس هي كلوزلي ريليتد تو ذا بيزل جانجليا، انفولفد ان كنترول الماسكولار اكتيفيتي. قلنا ليجن في السبثالاموس يعني بنحب نعرفه ان يبقى اسمه هيمي باليسماس، وقلنا هيمي يعني نص وباليسماس جايه من كلمه باليه، فهيمي باليسماس هو سيفير فايلنت انفولنتري موفمنت اون وان سايد اوف ذا اي اوف ذا بودي. سهله السبثالاموس، ان احنا السبثالاموس انتوا خدتوها تقريبا مينلي، هي الشغل كله في السبثالاموس في البيزل جانجلي. طيب يبقى احنا كده خلصنا الثالاموس، هايبوثالاموس، سبثالاموس، اتبقى عندي ايبي سالاموس. ايه الايبي سالاموس ده؟ اهو بصوا حضراتكم ادي السالاموس. بوستيريور للسالاموس في حته كده هنا اسمها ايبي سالاموس. عباره عن ايه الايبي سالاموس؟ طيب اهو ادي الايبي سالاموس اهي. طيب قبل ما نقول عباره عن ايه هنقول بتوين ايه وايه. ده كوربس كالوزم، فاكرينه كنا بنقول متكون من روسترام وجينيو وبودي او ترانك وسبلينيوم. الابيثالاموس موجوده بتوين السبلينيوم اوف كوربس كالوزم ودول. دول مين دول؟ دول التكتم، كانوا معمول من فور كوليكولاي، اتنين سوبيريور واتنين انفيريور. الابيثالاموس بقى موجوده بتوين ايه وايه؟ السبلينيوم اوف كوربس كالوزم وبتوين السوبيريور ايه كوليكولاس. الابيثالاموس انا جايه كده، خلوا بالكم انا جايبه البوستيريور سيرفيس، ادي البالفينر بتاع الثالاموس، ادي الميديال جينيكوليت بودي واللاترال جينيكوليت بودي هناخدهم كمان شويه. دول الاربعه كوليكولاي او دول التكتم بتوع الميد برين. ده تو سوبيريور كوليكولاي اللي ليهم علاقه بالفيجن،
دول التو inferior colliculi اللي ليهم علاقة بالإيه؟ inferior colliculus ليهم علاقة بالإيه؟ ها؟ hearing auditory. auditory كويس. طيب فين الإبيثالامس؟ قال لك هي الدورسال بورشن أوف داين كيف؟ طب يا سيدي عرفنا أنها موجودة في الدورسال بورشن، بتتكون من البتاعة دي، بصوا نازلة between the two superior colliculus، البتاعة دي اسمها pineal gland. يبقى الباينيال جلاند لما اجي ادور عليها في البرين معايا هي فين؟ هي جاست ان بتوين التو سوبيريور كوليكولا. الباينيال جلاند اوفال ماس، شكلها ريدش جراي ان كلر، هنتكلم اهي سمول ريدش جراي اورجان اهي، طولها 8 ملم، شوفوا قد ايه هي صغيره، هانج بتوين، متعلقه بتوين التو سوبيريور ايه كوليكولا. طيب it lie inferior to the splenium of corpus callosum، قلناها ادي اهو ده السبلينيوم اوف كوربس كالوزم، هي موجوده تحت السبلينيوم اوف كوربس كالوزم. طيب ايه كمان؟ it is an endocrine gland، الابيثالاموس دي بيعتبروها endocrine gland وبيقول والله اعلم هي غير مثبته انها inhibit البيتويتري gland، بس الله اعلم هل هي بتعمل كده فعلا ولا لا. طب امال ايه اهميتها؟ السكريت ميلاتونين هرمون، الميلاتونين هرمون ده involved in a sleep regulation اللي sleep wake cycle and mood. هو الميلاتونين بيتفرز امتى بالحق؟ طول النهار، هي الباينيال كده طول النهار بتطلع ميلاتونين لما يكون ما في الدارك في النايت. كويس، في الدارك، في الدارك كويس، او يعني بالليل في الدارك، يعني بالليل يعني بيقول لك بتوين كده ما بتوين 10 بالليل لاتنين الفجر، علشان كده بيقول لك الناس اللي ما بيناموش في الوقت ده عمرهم ما يبقوا متظبطين، عمرهم ما الجسم بتاعهم بيبقى متظبط، لان بيقول لك الميلاتونين برضه بيلعب لعب، هم بس احنا مش فاهمين الميكانيزم في الريجنريشن بتاعه الايه الخلايا، فاللي عندهم الا في الميلاتونين كومن يحصل لهم ايجينج بدري. ما علينا، احنا بنتكلم على الابيثالاموس وقلنا ده الموست بوستيريور بارت اوف داينكيفالون، وقلنا اول بارت منه اسمها باينيال جلاند موجوده بين السبلينيوم اوف كوربس كالوزم والسوبيريور كوليكولاس، طولها تقريبا 8 ملم ان لانس، وقلنا انها بسكريت ميلاتونين هرمون انفولفد في السليب ويك ايه صح. انا اللي بعمله بعمل ايه؟ بصوا انا هكبر دي، كبريها يا ستي، كبرناها اهي، ادي الباينيال جلاند اهي، مش ملاحظين كده انها الستوك بتاعها، يعني ادي الباينيال جلاند بدايتها الستوك بتاعها الروت بتاعها كانه مقسوم لاثنين، شايفين؟ شايفينها ولا مش شايفينها؟ ها شايفين واضحه على البركه اهي، ادي الباينيال، يسموا اللي فوق دي سوبيريور لامينا ويسموا اللي تحت دي انفيريور لامينا، يقول لك هنسمي اللي فوق سوبيريور لامينا ماشي فيها هابينيولار كوميشر، ايه ده احنا ما سمعناش عن هابينيولار ده قبل كده. طيب تحت انفيريور لامينا ماشي فيها بوستيريور كوميشر، سمعنا احنا على البوستيريور كوميشر، حد فاكره البوستيريور كوميشر ده كان بتوين ايه وايه؟ اوكلوموتر واوبتيك؟ لا ما كانش اوكلوموتر واوبتيك، كان بتوين الاوبتيك للتو سايدز السوبيريور كوليكولاس اوف بوث سايدز between the tectal the pre-tectal nuclei of both sides. طالما كوميشر يا دكتور يعني لازم يربط حاجتين زي بعض، زي ما قلنا الانتيريور كوميشر رابطه اولفاكتوري توجذر، هابينولار كوميشر هتربط تو هابينولار نيوكلياي توجذر، بوستيريور كوميشر هتربط الاثنين نيوكلياي هما هتربطهم توجذر. كمان مره، يبقى الباينيال بودي الستوك بتاعه او الجزء بتاعه او الستيم بتاعه divided into two lamina، السوبيريور لامينا يسموها هابينولار كوميشر، الانفيريور لامينا هيسموها بوستيريور كوميشر. طيب احنا اصلا مش عارفين الهابينولار ده يطلع فين، يبقى اتس بيز او ستوك از دايركتد انتيريور اند فورم تو لامينا سوبيريور وانفيريور، السوبيريور كونتين الهابينولار الانفيريور كونتين البوستيريور كوميشر. طب نعرف بقى فين الهابينولار اللي هتربطه ده؟ شايفين حضراتكم فوق السوبيريور كوليكولاس في تريانجولار اريا كده، حضراتكم شايفينها؟ شايفينها؟ اي واضحه اهي، دي بنسميها هابينولار تريجون لانها مثلث، هابينولار تريجون
هو الهابينولار ترايجون جواها الهابينولار نيوكليول. يبقى تاني احنا اول ابيثالاموس قلنا عبارة عن بينيال، تاني ابيثالاموس عندي هابينولار نيوكليول موجودة فين يا ستي الهابينولار نيوكليول؟ في الهابينولار ترايجون. طب هو فين الهابينولار ترايجون؟ فوق السوبيريور كوليكولا اهو اهو. معلش انا عايزة اهل ادي الهابينولار ايه ترايجون وجواه هابينولار نيوكليول. طب البينيال عاملة ايه؟ ادي كل ده السوبيريور لامينا اللي ماشي فيه هابينولار كوميشر كونكت الهابينولار نيوكليول بتاعت الناحية دي مع الهابينولار نيوكليول بتاعت الناحية الايه التانية. كمان مرة، يبقى تاني بارت من الابيثالاموس هي الهابينولار نيوكليول موجودة فين؟ في الهابينولار ترايجون اللي فوق السوبيريور كوليكولاس. طب دول كونكتد توجيذر اه بايه؟ هابينولار كوميشر. ده ماشي فين الهابينولار كوميشر؟ ماشي في السوبيريور لامينا، ادي السوبيريور لامينا بتاعه الباينيال، هو ماشي في السوبيريور لامينا بتاعه الباينيال من الناحيه دي للناحيه دي. طيب الهابينولار نيوكليوي دي ريسيف ايه؟ قال لك اولفاكتوري انبوت. طب هي ليه ريسيف اولفاكتوري ليه ريسيف اشم منها يعني؟ يقول لك لان هي سند اوت تو ذا برين ستيم فيسرال نيوكليوي، يعني تبعت للساليفاتوري نيوكليوي تقوم تزود الساليفيشن، تبعت للدورسال فيجال نيوكليوي والامبيجوس نيوكليوي بتوع مين؟ بتوع الاستومك بتوع الفارينكس. فتحس كده عارف لما تشم مثلا مثلا لحمه مشويه تحس كده ان ريقك بيجري وانك جعت، هي دي المسؤوله عن كده. فهي سميلينج اوف فود او سميل اوف فود ستيمولييت ساليفيشن gastric secretion and motility. اللي مسؤول عن الحركه دي هي مين؟ الهابينولار نيوكليوم. يبقى الهابينولار نيوكليوم موجوده في الهابينولار ترايجون اللي موجوده فوق السوبيريور كوليكولاس، وان هي فيها هنا كونكتد تو ذا اوبوزيت سايد عن طريق الهابينولار كوميشر اللي موجود في السوبيريور لامينا بتاع الباينيال. ريليتد تو ايه؟ بيقولوا ان هو بيوصل لها اولفاكتوري انبوت وهي ليها علاقه بالبرين ستيم فيسرال نيوكليوي. بالتالي لما انا بشم حاجه حلوه او حاجه انا بحبها بيحصل ساليفيشن جاستريك سكريشن وانكريز الجاستريك ايه موتيليتي. اخر حاجه في الابيثالاموس هو البوستيريور كوميشر. طب ده احنا شفناه فين؟ والله شفناه في الانفيريور لامينا اوف باينيال ستوك. طب ده كونكت ايه؟ زي ما قلنا السوبيريور كوليكولاس اوف بوث سايد، البريتكتال نيوكليس اوف بوث سايد، الميديال لونجيتودنال باندل اوف بوث سايد عشان احرك عينيا الاثنين مع بعض. اوكي يبقى ايه هم بقى الابيثالاموس؟ حد يقولهم لي. واحد ابيثالاموس هو مين؟ ها باينيال جلاند. باينيال جلاند برافو. تاني حاجه مين؟ هابينولار اهي نيوكليوي نيوكليوي. تالت حاجه بوستيريور كوميشر. دول الثلاثه دول بنسميهم على بعض ابيثالاموس. ايه الميتاثالاموس بقى؟ احنا خدنا الثالاموس، خدنا الهايبو، خدنا الساب ثالاموس، خدنا الابيثالاموس، فاضل لنا الميتاثالاموس. الميتاثالاموس قلنا موجوده في البوستيريور بارت اوف ذا انفيريور سيرفيس. عندي تو جينيو، الميديال هسميه ميديال جينيكوليت بودي، اللاترال هسميه لاترال جينيكوليت بودي. اوكي طب الميديال جينيكوليت بودي ريسيف ايه بقى؟ ها يلا انتوا شطار وعارفه. يجي له ايه؟ اوديتوري. برافو برافو. ميديال جينيكوليت بودي ريسيف اوديتوري. طب واللاترال جينيكوليت بودي ريسيف ايه؟ فيجوال. بالظبط كده، عشان حتى احنا دايما نقول ايه؟ ميديال بتاعت الميوزك، ميديال جينيكوليت بتاعت الميوزك، لاترال جينيكوليت بتاعت اللايت بتاعت الضوء عشان ما ننساهمش يعني. طيب ادي السوبيريور كوليكولاس، بتبعت بقى للميديال ولا لللاترال جينيكوليت بودي؟ ها لاترال. كويس. الاثنين ليهم علاقة بالفيجن. كويس. طيب والانفيريور كوليكولاس تبعت لمين؟ ميديال. ميديال جينيكوليت بودي. الميديال جينيكوليت بودي تبعت عن طريق الاوديتوري راديشن، تبعت للتمبورال لوب فور هيرين. ودايما نقول السوبيريور اعلى من الانفيريور، السوبيريور فور فيجن، انفيريور فور اوديشن، عشان العين اعلى من الودان يعني مفترض يعني. يبقى الميتاثالاموس هم ايه؟ هي الميديال جينيكوليت بودي زي ما حضراتكم قلتوا ليه علاقه بالاوديشن، هي ريسيف فايبر من الانفيريور كوليكولاس وعن طريق الاوديتوري راديشن تبعت لمين؟ للايه الاوديتوري اريا في السيريبرال كورتكس. ماشي فين الاوديتوري راديشن؟ في السبلانتيفورم بارت اوف ذا انترنال كابسول.
طب اللاترال جينيكوليت بوجي ليه علاقة بالايه؟ فيجوال باسواي ريسيف افرنت منين؟ من الاوبتيك تراكت والسوبيريو كوليكولاس. طب عن طريق الاوبتيك راديشن توصل لحد فين؟ الفيجوال اريا اللي هي اريا 17 و 18 و 19 عن طريق الريترو لانتي فورم بارت اوف ذا ايه انترنال كابسول. ماشي ولا مو ماشي؟ اهو انا شاور ده ايه ده يا دكاتره؟ بينيل شطار. طيب لو عايزه اشاور مثلا هنا يبقى هنا مين؟ ها ابينيولا ابينيولا دي اني كوليكولاس انفيريور. اوكي طيب ده الميديال جينيكوليت بودي وده اللاترال جينيكوليت. بصوا الانفيريور تبعت للميديال والسوبيريور تبعت لمين؟ لللاترال جينيكوليت بودي. فاتن حد عنده أي سؤال في الثالاموس؟ هي سهلة، هي تجميعة للي حضراتكم كنتوا واخدينه، هو يمكن الجديد عليكم بس الإبي ثالاموس، يعني هي دي اللي اعتبرك، لكن الميتا ثالاموس تجميعة للي حضراتكم واخدينه، السب ثالاموس، الهايبو ثالاموس برضو، البيز أوف ذا برين كله بنعتبره هايبو ثالاموس. ماشي يا شباب؟ تكلم عبد الدكتور. الدكتور ممكن تعطينا النسخة باوربوينت؟ والله يا ابني بعتها لكم باوربوينت، هي واصله لكم مش باوربوينت يا ابني؟ ما ادري يا دكتور، انت ما ارسلتي لي هي لسه. انا ارسلتها يا ابني في الجروب، استنى بسم الله، انا بعتها اول المحاضره، انا بعتها للجروب بتاع الليدر اهو، كوردينيتور اند ليدر، بعتها يا حبيبتي. اه معلش انا بعتها ونسيتها، معلش انا اسف. طيب هي هتجيلكم في ثانية واحدة دلوقتي. ماشي يا شباب؟ أي سؤال؟ كلها معلومات قديمة، يعني فيهاش معلومات جديدة. طيب يلا على البركة إن شاء الله، وكل سنة وانتم طيبين، دي آخر محاضرة ليا معاكم في المايند أند موفمنت، وإن شاء الله نتقابل في النيوتريشن ميتابوليزم بقى على خير يا رب إن شاء الله. أي سؤال ابعتوا لي على الواتس وأنا إن شاء الله. الله يسعدك، شكرا. ألف شكر يا حبيبي، يا لا إله إلا الله.